السلام عليكم أيها إخوتي وأخواتي، أكيد سمعتم فيروس الكورونا المنتشر في الصين خلال هذه الأيام، لكن لا تخافون، الموت ليس فراق، سنجتمع في الآخرة بالتأكيد، الفراق هو أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار، اللهم أجمعنا بكل أحبابنا في الفردوس الأعلى، ثم لا تخافون مني وأنا صيني. لأن هذا الفيروس لا ينتشر عبر الشاشة. عليكم يا جماعة، جمعة مبارك. اليوم صليت صلاة الجمعة في المسجد، لما طلعت من المسجد سألني شيخ: أنت من أي دولة؟ قلت له: من الصين. اسمك إيه؟ موسى. متزوج؟ نعم. أبو إيه؟ أبو كورونا.